تحيا بكم كل أرض تنزلون بها لأنكم في ظلام الليل أقمار. تحيا بكم كل أرض تنزلون بها لأنكم في بقاع الأرض أمطار. ونوركم يهتدي الساري برؤيته لأنكم في ظلام الليل أقمار. وتشتهي العين فيكم منظرا حسنا لأنكم في عيون الناس أزهار. لا أوحش الله ربعا من زيارتكم يا من لهم في الحشا والقلب تذكار. بادئ ذي بدء نرفع أكف الضراعة إلى العلي القدير أن يتغمد الفقيد قطب طريقة البعزوية. وفي الحقيقة هو ليس بميت بل هو حي، بل هو انتقل إلى جوار ربه. هو ليس كعادة الناس أو مثل الناس، لأن الذي أفنى حياته في ذكر الله، في خدمة أهل الله، في محبة أهل الله، في هذه الطريقة لا يعد ميتا بل منتقلا فقط. ولذلك قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. وقد أحبه الله سبحانه وتعالى قبل أن يحبه الله سبحانه وتعالى. أحبه الحق سبحانه وتعالى، وهذا الجمع دليل على أن الله سبحانه وتعالى أحبه ويحبه، كما في قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وفي صحيح مسلم أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في الأرض يقول له: من الله يحب فلان، فيحبه الجميع. ثم يوضع له القبول في الأرض. أدرك هذه المحبة بمحبته لله ومحبته لأهل الله ولتلاوة ولكثرة ذكره، كما ذكر فضيلة الأستاذ الجليل العالم النبيل سيد الدكتور الحاج المعطي، قال: كان لا يفارق سبحته. الذي لا يفارق سبحته دليل على أنه من أهل الله، ولا يحمل السبحة إلا المتواضع. أما المتكبر مستحيل أن يأخذ سبحته أمام الناس. سئل الحسن البصري رضي الله عنه عن السبحة فقال: هاته هي التي وصلنا بها إلى الله سبحانه وتعالى. سيدنا أبو هريرة له سبحة طويلة، سبحته فيها 1000 عقدة عند سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه، ولا ينام حتى يستغفر ويصلي على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 مرة. قالوا له: كيف تسبح هذا العدد؟ قال: أسبح الله بعدد ذنوبي، بعدد ذنوبي. والله سبحانه وتعالى لما أمرنا بالعبادة